طيب، هل كابتن زي ما بيقال يعني انه في لاعبين مشاغبين داخل غرفة الملابس، وانه محمد رمضان يعني جاي بالحديد والنار، انه اللعيبة دي في قطع رقبة وكلام من ده، ولا زي ما انت حضرتك قلت في البداية، قلت ان انت بالعكس شفت معظم اللعيبة طيبين؟ انا شفتهم طيبين، ولو كنت زمان كنت ممكن اقطع الرقبه بجد، لكن الوقت انا راجل يعني نضجت بما فيه الكفايه وكبرت، يعني مش يعني ما عنديش حته الاندفاع ضد واحد صغير والاجيال مختلفه وعندهم فهم خاطئ في بعض الحاجات، يعني زي السوشيال ميديا مثلا، يعني هي بتعطلهم كتير جدا يا شويه، يعني لازم ايوه يبقى في صحيح وعي في صحيح. الجزئيه دي. ف يعني انت عارف، انت عشان تنجح لازم يكون عندك نسبة ثقافة او قراءة او نعم. اطلاع، فهنبدأ مع الناس يعني خطوة بخطوة، انت فاهم؟ يعني انا جاي مش مشغول ان انجح قد ما جاي اديهم خبراتي. طيب، هل وقعت عقوبات على اي لاعب من الفريق حتى الان؟ لا لسه احنا بدأنا. لا والله، اصل في خبر اهو انك وقعت غرامه على امام عاشور بسبب تداول فيديوهات له بيتمرن بره النادي. طب كام الرقم؟ ما انا ما اعرفش، انا عايز اعرف منك عشان نقسم يعني. يا وبرضه شباب انه انا مستني اللعيبه ترجع من المنتخب، نعم. ماشي، واديهم اللائحه يقعدوا مع بعض، ثاني يوم اخد خمسه من الشناوي مع خمسه يختارهم من الناس نعم القدام او الكبار حسب نعم ما يقرروا، ونقعد نتناقش مع بعض في اللائحه.